الجزائري لعب 39 مباراة على ملعب مصطفى تشاكر، فاز في 33، تعادل في 6 مباريات، سجل 101 هدف على ملعب تشاكر. هجوم المنتخب الوطني في كل اللقاءات اللي لعبها في مصطفى تشاكر منذ 2002 39 لقاء، مواجهات الخضر الودية على ملعب بليدا 12 مواجهة، 9 انتصارات، 3 تعادلات أمام جمهورية الكونغو في مناسبتين 2002 و2019 وغينيا 2013. هذا فيما تعلق ب غريبة برك، سجل 33 انتصار صحيح وامام منتخب، يعني اخر انتصار امام منتخب موريتانيا. موريتانيا رقم 33 انتصار، يعني في المباراه 101 التصنيف عدد الاهداف اللي سجلها 101، هي 101 تصنيف تاع موريتانيا في تصنيف الفيفا 101 وتصنيف الجزائر 33. شكرا رفيق حيد، دائما دقيق في القراءه الاعلاميه.